في بلادنا. خلينا اديكي مثال بسيط جدا. على عهد سيدنا رسول الله ما كانش في حاجه اسمها سجل مدني، يعني كان الراجل يروح يقول له زوجني ابنتك، اشهار، يقول له اتفضل. تخيلي، لغايه ما عرضت اول قضيه على سيدنا الامام ابو حنيفه، هو اول الائمه قربا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقدم واحد فيهم في الاربعه. فلما عرضت على سيدنا الامام لقى الست جايه حامل وهو بينكر زواجه، بيقول له مش مراتي، ودي حاجه لم تكن يعني تخطر على بال حد في العصر ده، مش ممكن. ليه؟ لان الرجل يساوي الكلمه، هي دي امانه الكلمه اللي ضاعت النهارده. فسيدنا الامام ابو حنيفه قال ايه؟ لما ضيعت امانه الكلمه وبعد الناس عن هدي الصادق صلى الله عليه وسلم، كان لزاما على ولاة أمور المسلمين أن يوثقوا عقود الزواج. ليه؟ قال له يا أخي، ده القرآن أمرنا لما واحد ياخد مبلغ من واحد، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالراجل جاي ينكر ابنه وينكر مراته وينكر أمانته وينكر ديانته، لأن الكلمة عهد. صح. فهنا سن لنا التشريع ان احنا من اللحظة دي نبدأ نوثق عقود الزواج.